هنا رمز الترانزستور اهو، ركزوا معايا قوي. من دي سهل قوي بقى في ظرف دقايق القاعده. هنا في مجمع، هنا في باعث، يبقى دي القاعده المجمع الباعث. خلي بالك انا عندي هنا اشاره، انا عندي هنا اشاره اهي، في سهم اهو، احط السهم ده كده. هعلمكم حاجه حلوه قوي 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 قوي. السهم ده يشير السهم ده يشير الى ايه؟ يشير الى البلوره السالبه. يبقى هذا السهم يشير الى البلوره السالبه، تمام؟ شايف راس السهم دي بتشير الى الباعث، يبقى دي الباعث بلوره سالبه، والمجمع شبهه بلوره سالبه، ومن ثم اصبح القاعده بلوره موجبه. يبقى ده ترانزستور ان، يا سلام، بي ان. السهم يشير الى البلوره السالبه، النقطه دي بلوره الباعث، النقطه دي بلوره القاعده، النقطه دي بلوره المجمع. انت كده بتشير سهم من بي لاي، يبقى معنى الكلام ده ده باعث سالب والمجمع شبهه سالب، الله عليك، والقاعده موجبه، تمام؟ يبقى ده ترانزستور ان بي ان. ويقول لك ايه كمان السهم ده؟ ان هذا الترانزستور لا يمرر تيار الا اذا كان جهد القاعده اكبر من جهد الباعث، الله عليك. هذا الترانزستور لا يمرر تيار الا اذا كان جهد القاعده اكبر من جهد الباعث، كلامك حلو. يبقى اللي انا رسمه ده لو عملت المعاليك كده، بصوا لي بقى، بصوا لي على الرسمه دي، تقول لي استنى، ما هي النقطه دي قاعده، كلامك حلو. طب والنقطه دي مين؟ باعث. طب والنقطه دي مين؟ مجمع. حلو، تمام. لو عملت لك السهم كده، قول انت بقى، انا هستناك وانت تجاوب. بس انا قلت لك ايه؟ السهم يشير الى البلورة السالبة. تعال، السهم ده اتجاهه منين؟ من الباعث الى القاعدة. يبقى انا فهمت ان القاعدة دي سالبة، تمام. طب ما هو الباعث ده عكسها، معناته الباعث موجب. طب ما المجمع ده شبه الباعث، معناته المجمع موجب. يبقى ده ترانزستور بي ان بي، برضك ويشير لايه؟ كي يمرر تيار لابد يكون جهد الباعث اكبر من جهد القاعده. حلو الكلام. يبقى انت بتعلمنا ايه؟ بعلمك حاجه حلوه قوي. تعالى معايا كده، هجي لك رسمه. الرسمه دي فيها سهم، السهم ده يشير الى البلوره السالبه، ويعني ان هذه النبيطه لا تمرر تيار الا اذا كان جاي من جهد اعلى لجهد اقل. بس انت هنا عامل لي سهم، تعالى معايا على الرسم. السهم ده رايح من القاعده للباعث، يبقى الباعث سالب، والقاعده عكسه تبقى القاعده موجب، والمجمع شبه الباعث يبقى ياخد سالب. والله كلامك حلو. طب السهم ده يشير الى ايه؟ الى البلوره السالبه. طب السهم ده بيشير لمين؟ بيشير للقاعده، يبقى القاعده على فكره سالبه، الباعث عكسها يبقى موجب، والمجمع شبه الباعث يبقى ده بي ان بي. وايضا يعني ان هذا لا يمرر تيار الا اذا كان جهد الباعث اكبر من جهد القاعده. مالكش دعوه باللي انا قلته ده، انا بفكرك بس، انا عايز ده على طول.